مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذا الموجز من قناه طناصح. قال المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامه ان ما يحدث في ليبيا ليس فسادا بل هو نهب ممنهج لماليه الدوله وتنفذه اطراف دوليه على حد قوله. واستبعد سلامه في لقاء له الحل السياسي في ليبيا في ظل تواصل النهب الممنهج من قبل بعض الاطراف في السلطه. هذا وتراجع سلامه عن الموعد الذي حدده سابقا للدعوه لعقد المؤتمر الوطني الجامع بين الليبيين خلال شهر فبراير المقبل، خصوصا بعد الحاح الليبيين على عقده داخل ليبيا، ومشددا على انه لن يدعو للمؤتمر الا بعد الوصول الى مستوى معين من المصالحات وقبول الاخر. قال المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسمري إن خليفة حفتر قد قبل بالذهاب إلى مرحلة الانتخابات العامة في ليبيا شريطة أن تكون الانتخابات نزيهة. المسمري أكد في تصريح لصحيفة العربية الجديدة الأحد، حيث قال إن حفتر أبلغ وزير الخارجية الفرنسي لودريان أثناء زيارته لبني غازي بضرورة توفير ضمانات للقبول بالانتخابات، ومن بينها إشراف القضاء الليبي والمجتمع الدولي لتكون انتخابات حرة ونزيهة. طالب مشائخ قبيلة العواقير في اجتماع لهم السبت الإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم المعتقل بأحد السجون السرية التابعة لميليشيا ما تسمى الكرامة. هذا وطلب أحد مشائخ قبيلة العواقير بخروج فرج قعيم بطريقة صحيحة وهادئة ودون تخريب الوطن وفساده وفق قوله، مؤكدا على أن ما يعرف بالقيادة العامة للجيش ليست مقتصرة فقط على خليفة حفتر وأن الجيش للوطن كافة، مشددا في الوقت ذاته على إطلاق سراح قعيم خلال 72 ساعة. أكد محمد بوصير المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر قيام الأخير بتوقيع عقد مع شركة علاقات عامة كندية تابعة للضابط السابق بالاستخبارات الصهيونية آري بن ميناشي. وأشار بوصير في تدوينة له على موقع فيسبوك حيث قال أن قيمة العقد بين حفتر وشركة بن ميناشي قد بلغت 6 ملايين دولار، وذلك بهدف الترويج له في أروقة السياسة الأمريكية. هذا وأضاف بوصير أن بن ميناشي شارك في عملية إيران كونترا الشهيرة، موضحا بأنه نصح حفتر بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني لأن ذلك سيأتي بأثر عكسي على حد تعبيره. إلى اللقاء.